سنتابع تطورات التحركات وإغلاقاتها لسوق دبي وأبو ظبي مع السيدة ماري سالم مديرة قسم المؤسسات في ضمان للأوراق المالية. ماري أهلا بك. يعني اليوم يمكن السوق كان بانتظار احتساب ما ستسفر عنه أيضا المراجعة النصف سنوية للإم إس سي آي والتي ستبدو بعد إغلاقات السوق. برأيي كيف ستكون نتيجتها وما هو أثرها أيضا على السوق هذه المراجعة؟ يعطيك العافية. أول شيء اللي عم نشهده كنا اليوم نحن بالأسواق المحلية كان نوع ما مثل مستثمرين عم بينقلوا استثماراتهم أو عم بيجربوا أنه يركزوا استثماراتهم بالأسهم يلي هي إلى تقلب الـ MSCI تحديدا. يعني حتى إذا نطلع على سوق أبو ظبي أكثر أسهم كانت عم تتداول اليوم بين فاب، اي دي سي بي، دار، هن ثلاثتهم واتصالات، هن الاربع اسهم موجودين ضمن قائمه الاسهم يلي موجوده بالمؤشر تبع الـ MSCI. فشي طبيعي كنا انه نشوف شويه حركه عليه من هول الاسهم اليوم بحكم انه القرار رح يطلع اليوم. هلا بسوق دبي شوي بتتفاوت الامور لانه في عندك شويه اجراءات ممكن انها تحتسب، يعني في عندك اسهم ممكن انها تدخل بالمؤشر، في عندك اسهم ممكن تقل وزنها بقلب المؤشر، فهذا كمان كله كان عم نشوفه، بس للأسف الفوليومز يلي كنا عم نشهدها اليوم بالسوق ما كانت بتبرر هذا الشيء. طيب وإحنا ما زلنا يعني عم نتلقى نتائج فترة الربع الأول للكثير من الشركات واللي أغلبها كان عم بيجي على مستوى سلبي بتراجع يمكن لأرباحها لهذه الفترة. اليوم مستويات الأسعار برأيك للأسهم واللي أصدرت نتائجها إلى أي مدى عم تتوافق مع هذه النتائج؟ وهل نتوقع أنه يكون في عملية تخفيض كبيرة لعملية التوزيعات بالنسبة للأرباح بحكم الظروف اللي عم بتمر بها الأسواق؟ هلا موضوع النتائج اجت دائما يعني بكل الاحوال عم تجي متفاوته بين القطاعات. يعني شفنا القطاع المصرفي في كان عنده كان مخصصات معينه عم بياخذوها بعين الاعتبار تداركا للازمه اللي نحن عم نواجهها وكيف ممكن انه يتجنبوا انها تاثر على النتائج تبعهم خلال السنه كلها، فبلشوا ياخذوا المخصصات من هلا. اللي عم نشوفه بالاسواق ما عم بيكون رده فعل تجاه نتائج بقى، يعني نحن عم نشهد اكثر شيء خلال النهار تداولات لمضاربين او تداولات لشركات ممكن انه عم تكون عم تبني اسهم او محفظه معينه بتوجه معين، بس ما عم نشوف كثير في هذا الانعكاس انه النتائج عم بتكون سلبيه، فعم نشوف رده فعل من المستثمرين بنفس التوجه. يعني اكثر نحن عم نكون رده الفعل تبع المستثمرين عنا هي على الاشياء اللي عم بتصير عالميا والتاثيرات تبع الاسواق العالميه على الاسواق المحليه. وهل كمان التوزيعات يعني رح تتأثر من قطاع لقطاع آخر سيدة ماريا، أم بحكم أنه كل الشركات اليوم عم بتعاني من جائحة كورونا وبالتالي من الأهم بالنسبة لها اليوم أنه توفر جزء من الأرباح لديها اللي عم بتحقق أرباح طبعا أنه تستثمرها يمكن بأمور أخرى بدلا من عملية التوزيع على المساهمين؟ هلا في شركات اعلنت اوريدي نيتها انه هي ما رح يكون في توزيع ارباح سنه الجاي او بالفترات اللي جاي، وهذا شيء طبيعي. يعني ما بتخيل انه المستثمرين هلا عم بيتداولوا بالاسواق او عم بيستثمروا بالشركات او البنوك او القطاعات كلها ككل بالاسواق المحليه بغيت انه هن يجنوا او يحصلوا على التوزيعات تبع الشركات. يعني طبيعي انه في وضع معين نحن هلا عم نواجهه والشركات بدها تاخذ كل احتياطاتها، اللي عم بيكون عندها فائض بالسيوله ما بتخيل انه رح يكون التوجه انه توزيع ارباح. هلا ممكن يكون في تخفيض عن النسبه وممكن يكون في الغاء كل التوزيعات، وهذا الشيء بيرجع لكل شركه بقطاع وحسب شو هي ممكن تكون عم بتواجه بالمستقبل. نعم، ونشكرك سيده ماري سالم مديره قسم المؤسسات في ضمان للاوراق الماليه، شكرا جزيلا لك.